الناعمة الرومانسية المتمردة منذ بدايتها في معهد العالي للفنون المسرحية، وهي تحمل بداخلها التمرد، بتتعامل مع مهنة التمثيل إنها حياة تعيش فيها وليس عمل. حملت على عاتقها قضايا المرأة وقدمت في أفلامها أهم قضايا المرأة، سواء من إنتاج أو أدوار قدمتها في السينما وفي التلفزيون. حوالي أكثر من 100 فيلم و15 مسرحية وأكثر من 40 مسلسل. الإحساس بيها ليس ممثلة، نجمة تضيف للعمل الفني، صانعة حقيقية للسينما المصرية، صاحبة أطول وأهم مسيرة فنية، نجمة الجوائز إلهام شاهين. إن أنا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلي كلمة الحق، بعد أن حكمت المحكمة الشرعية على هذه المنافقة بالجلد 50 جلدة، لعلها تعود إلى رشدها، ولعلها تكون عظة وعبرة لمن يعتبر. تكبير! انت اللي خسران، انت اللي خسران مش انا. انت اللي معايا كنت هتدخل كل يوم باب من ابواب الجنة الثمانية، كنت هتدخل جنتي كل يوم من باب غير التاني، ويمكن تدخل الجنة من اكتر من باب في يوم واحد. بس تعرف انت ما تستاهلش، انا ام جهات خسارة فيك، انا الست اللي لعمرك شفت ولا هتشوف زيها يا عمر. المتمردة دائما إلهام شاهين. مساء الخير، كل سنة وانتو طيبين. ميرسي يا بوسي، ودايما دير جست تجمعنا وتفرحنا ونحتفل بالفنانين اللي اسعدونا على مدى السنه اللي انتهت. يا رب السنه اللي جايه تبقى سنه جميله تتحقق فيها كل الاحلام الحلوه، سنه ما فيهاش اوبئه ولا امراض ولا حروب ولا حاله اقتصاديه صعبه. ان شاء الله اللي جاي اجمل، دايما نتفائل. وأنا سعيدة جداً بالجائزة من استفتاء الجمهور، بتبقى ليها قيمة كبيرة جداً، وخصوصاً الجوائز الكتير اللي خدها مسلسل بطلوع الروح ليا ولكل العاملين أمام الكاميرا وراء الكاميرا، هي رد على كل المتاجرين بالدين والمتطرفين اللي احنا كلنا بنحاربهم. يا رب دايماً ربنا ينصرنا عليهم، ومصر كبيرة وقوية وأكبر منهم بكتير قوي، ويا رب كل الخير لمصر وكل الوطن العربي ان شاء الله. شكرا. مبروك. كل سنه وانتم طيبين. مبروك بطلوع الروح، كل اسره بطلوع الروح، منى شلبي وكامله ابو ذكري واحمد السعداني والهام شاهين، والنجاح الكبير اللي حققوه السنه دي.